هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا عايزه احكي لكم عن موضوع بيأزمني كل اسبوع تقريبا، بما ان امبارح كان الحد والحد والسبت هنا في المانيا الويك اند، فتقريبا كل اسبوع لازم امر بنفس الازمه دي. جوزي بيبقى بيشتغل طول الاسبوع وانا طول الاسبوع قاعده في البيت. يجي بقى يوم السبت ويوم الحد عايز ينزل يخرج ويتفسح عادي زي بقيه الناس. يعني مش كده، انا ما بحبش ده، ما بحبش اخرج، ما بحبش اقابل الناس، ما بحبش اسيب البيت. انا ببص اكتر في البيت اكتر ما بخرج. يعني ايا كانت الاسباب، بس في الاخر يعني اللي بيريحني ان انا اقعد في البيت، وهو عارف كده كويس. بس كل مره لازم كل اسبوع لازم يقول لي مش هنخرج، ويحسسني بالذنب واقلب وشي وهو يقلب وشه. ربنا يهديه ويهديه. ترجمة